قلبك حنين يا نبي، مفيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنكمل المفرش مع بعض. ابتديت سطر جديد، وده السطر رقم 23. اشتغلت 3 فراغات 7 أعمدة، فراغين 7 أعمدة فراغ، يعني كررت الجزء ده. فوق كل عمود عمود فراغ، فوق كل عمود عمود فراغ، فوق كل عمود عمود، واشتغلت 9 فراغات. وهشتغل أعمدة في الفراغ العاشر، و4 أعمدة، وفراغين فوق الأعمدة. هرتفع سلسلتين وهتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود، وهشتغل 4 أعمدة، وأعمدة في الفراغ، عمودين في الفراغ، وعمود فوق العمود، وهنهي السطر بفراغين. هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود فوق العمود، هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود في تالت سلسلة في الارتفاع. بعد كده هرتفع 5 سلاسل وهشتغل عمود فوق العمود. ده أول فراغ، وهشتغل فراغ فوق الفراغ، هيبقى عندي فراغين. هشتغل 7 أعمدة فوق كل عمود عمود. ده أول عمود، 2 3 4 5 7. بعد كده هرتفع سلسلتين وهشتغل اول فراغ، هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للأعمدة. اشتغلت فراغين في بداية السطر، 7 أعمدة، 13 فراغ. ده السطر رقم 24. اشتغلت 10 أعمدة فوق كل عمود عمود، واشتغلت فراغ، وهشتغل 10 أعمدة. ده أول عمود، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده هشتغل فراغين، هرتفع سلسلتين واتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود. هشتغل 10 أعمدة وهشتغل فراغ فوق الفراغ، ارتفع سلسلتين وهشتغل عمود فوق العمود. بعد كده هشتغل 7 أعمدة وهشتغل أعمدة بفراغين، عمودين في الفراغ، وعمود فوق العمود،
هشتغل 4 أعمدة، وفراغ في نهاية الأعمدة، ارتفاع 60، اتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود، وهني السطر ب4 فراغات. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 25، اشتغلت 5 فراغات فوق كل فراغ فراغ وفراغ في بداية الأعمدة. هشتغل أعمدة فوق الأعمدة، وهشتغل أعمدة في الفراغ، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. هشتغل 3 فراغات فوق الأعمدة، ارتفاع 60، هتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود. هشتغل أعمدة في فراغين، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. بعد كده هشتغل 3 فراغات فوق الأعمدة، ارتفاع 60، اتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود. هشتغل أعمدة في الفراغ الرابع، هشتغل فوق كل عمود عمود، وهشتغل 13 فراغ و7 أعمدة، وهنهي السطر بفراغين. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 26، اشتغلت 2 فراغ 7 أعمدة، 13 فراغ. هشتغل أعمدة فوق الأعمدة، هشتغل أعمدة في 3 فراغات، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود، وهشتغل فوق كل عمود عمود، دول 7 أعمدة، أعمدة في 3 فراغات فوق كل عمود عمود، وفي نهاية الأعمدة هشتغل 2 فراغ وهنهي السطر ب7 فراغات. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 27، اشتغلت 7 فراغات فوق كل عمود عمود، كررت الجزء ده. بعد كده هشتغل 4 فراغات، هرتفع 60، وهشتغل عمود فوق العمود، هشتغل أعمدة في 4 فراغات، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. هشتغل فراغ فوق الفراغ، وأعمدة في فراغين، وهشتغل 2 فراغ و7 أعمدة، وهنهي السطر بفراغين. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 28، اشتغلت 3 فراغات وهشتغل 4 أعمدة، هشتغل أعمدة في فراغين،
وأربعة أعمدة. وفراغ في نهاية الأعمدة. هرتفع سلسلتين وأتخطى عمودين وأشتغل عمود في تالت عمود. هشتغل أعمدة في الفراغ وأربع أعمدة. وهشتغل فراغين فوق الأعمدة، ارتفاع سلسلتين، أتخطى عمودين وأشتغل عمود في تالت عمود. وأربع أعمدة. وأعمدة في الفراغ هشتغل ثلاث فراغات، هشتغل سبع أعمدة فوق الأعمدة. وهشتغل فراغات فوق الأعمدة. اشتغلت 11 فراغ فوق الأعمدة واشتغلت 7 أعمدة في نهاية الأعمدة. وهنهي السطر بسبع فراغات. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 29. اشتغلت 7 فراغات وهشتغل 4 أعمدة. وهشتغل فراغ في نهاية الأعمدة، ارتفاع سلسلتين، أتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود. هشتغل فوق كل فراغ فراغ. وهشتغل فراغ في بداية الأعمدة، ارتفاع سلسلتين، أتخطى عمودين، اشتغل عمود في تالت عمود. وهشتغل أربع أعمدة. عدد الفراغات 13 فراغ. بعد كده هشتغل 3 فراغات، وهشتغل 7 أعمدة وفراغين و7 أعمدة. وهشتغل فراغ فوق الفراغ، وهشتغل فراغات فوق الأعمدة. اشتغلت فوق الأعمدة 4 فراغات. وهنهي السطر بـ8 فراغات. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 30. وكررت الجزء ده. اشتغلت 8 فراغات في بداية السطر، 7 أعمدة فراغين، 7 أعمدة. بعد كده هشتغل فراغ وأعمدة فراغين. هشتغل فراغين، هرتفع سلسلتين، هتخطى عمودين واشتغل عمود فوق العمود. هشتغل أعمدة في الفراغ التالت. هشتغل فوق كل فراغ فراغ. دول 10 فراغات. وهشتغل أعمدة في الفراغ الـ11. وهشتغل 8 فراغات في نهاية السطر. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 31. اشتغلت 9 فراغات. وهشتغل أعمدة في 10 فراغات، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. اشتغلت أعمدة في 10 فراغات. وهشتغل 3 فراغات.
بعد كده هشتغل 7 أعمدة فراغ، 7 أعمدة فراغين، 7 أعمدة، وهنهي السطر ب8 فراغات. هكرر الجزء ده. أنا انتهيت من شغل الفنجان التاني، يبقى أنا كده اشتغلت 2. بعد كده بقى هشتغل الحروف لغاية ما اوصل لتالت فنجان. هيبقى الجزء ده كله اللي فوق الفنجان على طول فراغات. بعد ما اشتغلت 7 أعمدة هشتغل 22 فراغ، هشتغل 3 فراغات و10 فراغات فوق الأعمدة، يبقى كده 13، و9 فراغات في نهاية السطر، يبقى 22 فراغ. هكمل السطر ونرجع. ابتديت سطر جديد، وده السطر رقم 33. اشتغلت 22 فراغ. بعد كده هشتغل 7 أعمدة، اشتغل فراغين، فراغ فوق الفراغ وفراغ في بداية الأعمدة. هرتفع سلسلتين، هتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود. هشتغل 4 أعمدة، وهشتغل أعمدة في فراغين، و4 أعمدة، وفراغ في نهاية الأعمدة. هرتفع سلسلتين، هتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود، وهنهي السطر ب9 فراغات. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 33. اشتغلت 22 فراغ، 7 أعمدة فراغين، فراغ فوق الفراغ وفراغ في بداية الأعمدة، 4 أعمدة، أعمدة فراغين، 4 أعمدة، وهنهي السطر ب9 فراغات. اشتغلت السطر رقم 34. اشتغلت 15 فراغ في بداية السطر، 7 أعمدة، ونهيت السطر ب22 فراغ. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 35. اشتغلت 17 فراغ، وهشتغل أعمدة في الفراغ رقم 18 و19. عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. هشتغل 3 فراغات، هشتغل 7 أعمدة، وهنهي السطر ب15 فراغ. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 36. اشتغلت 14 فراغ، وهشتغل أعمدة في الفراغ رقم 15، وهشتغل 7 أعمدة، وأعمدة في الفراغ، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. هشتغل فراغين، سبع أعمدة، وهنهي السطر ب17 فراغ. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 37. اشتغلت 17 فراغ، 7 أعمدة فراغين، وهشتغل فراغ في بداية الأعمدة، يبقى عندي 3 فراغات.
هشتغل 7 أعمدة، وفراغ في نهاية الأعمدة، وهذه السطر ب15 فراغ. اشتغلت سطر جديد وده السطر رقم 38. كررت السطر اللي فات، اشتغلت 15 فراغ، 7 أعمدة، 3 فراغات، 7 أعمدة، ونهيت السطر ب17 فراغ. ابتديت سطر جديد وده السطر رقم 39. اشتغلت 17 فراغ، 7 أعمدة، فراغين. هشتغل أعمدة في الفراغ التالت، أربعة أعمدة، فراغ في نهاية الأعمدة، هرتفع سلسلتين واتخطى عمودين واشتغل عمود في تالت عمود، وهنهي السطر ب16 فراغ. ابتدي السطر جديد وده السطر رقم 40. اشتغلت 20 فراغ و7 أعمدة، اشتغلت 3 فراغات وأعمدة في 4 فراغات، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. وهنهي السطر ب10 فراغات. ابتدي السطر جديد وده السطر رقم 41. اشتغلت 9 فراغات وهشتغل أعمدة في الفراغ العاشر، 4 أعمدة، وفراغين، و4 أعمدة، وأعمدة في الفراغ، وفراغ، وأعمدة في الفراغ، و7 أعمدة، وأعمدة في الفراغ، وهنهي السطر ب19 فراغ. ابتدي السطر جديد وده السطر رقم 42. اشتغلت 20 فراغ وهشتغل 7 أعمدة، وهشتغل فراغ في نهاية الأعمدة، ارتفع سلسلتين وهشتغل عمود فوق العمود، هشتغل كمان فراغ و7 أعمدة،
هشتغل فراغير، فراغير فوق الأعمدة، وهنهي السطر ب 13 فراغ. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 43. اشتغلت 13 فراغ، 7 أعمدة فراغين، 7 أعمدة، كررت الجزء ده. بعد كده هشتغل 5 فراغات، وهشتغل أعمدة في 10 فراغات. هبتدي أكون أعمدة لتالت فنجان، هشتغل عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. هشتغل أعمدة في 10 فراغات وهنهي السطر ب 5 فراغات ونرجع. ابتدي السطر جديد، السطر رقم 44. اشتغلت 3 فراغات، وهشتغل أعمدة في فراغين، هشتغل أعمدة فوق الأعمدة، وهشتغل أعمدة في الفراغ. اشتغلت 5 فراغات، وهشتغل 4 أعمدة وأعمدة في الفراغ. وهشتغل فراغ 7 أعمدة وهشتغل أعمدة في 4 فراغات، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. وهني السطر ب 9 فراغات. اشتغلت 7 أعمدة وأعمدة في 4 فراغات وفراغين وأعمدة في 4 فراغات، وهني السطر ب 3 فراغات. إن شاء الله الفيديو الجاي نكمل المفرش مع بعض. دمتم في حفظ ورعاية الله.